مرحبا، كيف حالكم؟ هذا الفيديو مهم جدا لكل طالب مهتم بدراسة اللغة العربية، ففي هذا الفيديو سنشرح لكم طريقة سحرية في تعلم اللغة العربية. انتظروني بعد الفاصل، هيا بنا. تعلم اللغات أصبح أمراً مهماً جداً، وخاصة اللغة العربية. ولتعلم اللغات هناك طرق كثيرة ومختلفة. هناك الطرق التقليدية والتي تعتمد بشكل أساسي على حفظ المفردات ودراسة القواعد وحل التمرينات دون أن يعيش الطالب مع اللغة. وفي الحقيقة هذه الطرق التقليدية دائماً تكون نتائجها ضعيفة، فحيث أنه اعتمد على هذه الطرق التقليدية، فإذا وجد في موقف من المواقف وكان عليه أن يستخدم هذه اللغة التي يتعلمها كأن يحاور شخصاً ما أو أن يلقي خطاباً بهذه اللغة، فلا شك أنه سيفشل في هذا الأمر. وهناك الطرق الحديثة في تعلم اللغات والتي تعتمد بشكل أساسي على تنمية مهارات اللغة الأربعة: القراءة والكتابة والتحدث والاستماع. وقد أثبتت هذه الطرق نجاحها في تعلم اللغات. وأنا حينما كنت أدرس اللغة الإنجليزية كنت أعتمد على طريقة جيدة، يعني أنا أسميها بالطريقة السحرية. هذه الطريقة كانت فكرتها أنني أستمع إلى فيديوهات تيد توك باللغة الإنجليزية. وهناك ميزة جيدة في هذا البرنامج، وهي أن الفيديوهات تعرض بالترجمة، وليس هذا فحسب، بل يمكنك أن تغير هذه الترجمة إلى لغات كثيرة. فكل ما كنت أقوم به مع تيد توك هي أنني أستمع إلى فيديو من الفيديوهات التي تعرض باللغة الإنجليزية وأستمع إليها مع الترجمة باللغة العربية، ثم بعد ذلك أستمع إلى نفس الفيديو ولكن مع ترجمة باللغة الإنجليزية. وفي المرة الثالثة كنت أستمع إلى هذا الفيديو بدون ترجمة. وبعد انتهاء الفيديو والاستماع إليه 3 مرات كنت أأتي بنص الفيديو وأترجم المفردات الجديدة وأحاول أن أستخدمها في مواضيع مختلفة. وهذه الطريقة كانت ممتازة معي في تعلم اللغة الإنجليزية، فقد تحسنت في اللغة الإنجليزية في وقت سريع. ولذا أردت أن أشارككم هذه الطريقة وهذه الفكرة في تعلم اللغة العربية، حيث أنني سأقوم بتسجيل فيديوهات باللغة العربية بشكل مستمر، وفي كل فيديو من الفيديوهات سأتناول موضوعاً من الموضوعات المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والفن والرياضة والصحة وغيرها. وقبل أن أبدأ في الموضوع سندرس معا المفردات المتعلقة بهذا الموضوع، ثم بعد ذلك ستستمعون إلى الموضوع باللغة العربية ولكن مع ترجمة باللغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك ستستمعون إلى نفس الموضوع ولكن مع ترجمة باللغة العربية، ثم بعد ذلك ستستمعون إلى الموضوع ولكن بدون ترجمة، ثم بعد ذلك سينتهي الفيديو. وبعد ذلك ستأتي المرحلة التي أنت ستقوم بها في البيت، وهي أنك ستأتي بنص الموضوع الذي تحدثت عنه، ستلقي الموضوع بنفس الطريقة التي استمعت إليها في الفيديو. هذه كل الخطوات التي سنفعلها مع كل فيديو من فيديوهات الطريقة السحرية في تعلم اللغة العربية. بشكل سريع نقول هذه الخطوات: 1. سندرس المفردات المتعلقة بالموضوع. 2. سنستمع إلى الموضوع
باللغة العربية ولكن مع ترجمة باللغة الإنجليزية. 3. سنستمع إلى نفس الموضوع ولكن مع ترجمة باللغة العربية. 4. سنستمع إلى نفس الموضوع ولكن بدون ترجمة. 5. بعد انتهاء الفيديو ستأتي بنص الموضوع وتتحدث مثل ما تحدثت أنا. أتمنى أن تعجبكم هذه الفيديوهات، وإذا كان لديكم أي تعليق أو اقتراح يمكنكم أن تتركوه لنا في التعليقات أسفل الفيديو. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تدعمونا بشير ولايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. انتظروني في الفيديو القادم مع أول درس من دروس الطريقة السحرية في تعلم اللغة العربية. شكرا، إلى اللقاء.